مرحبا صديقاتي وأصدقائي الأعزاء في حلقة جديدة من قناة إنسانيون. هذه الحلقة سميتها مصر رسالة إلى دولة وحكومة أحبها. طبعا أنا لا يعني أحب السياسة عادة ولا أحب أن أدخل فيها، ولكن المشروع القرار اللي سمعنا عنها في مصر صراحة هزني، وحسيت بخطورة الموضوع. ولأني أحب هذه الحكومة وتابعتها من قبل ما يسقط حسني مبارك، أنا متابع أخبار مصر، وعندما سقط الإخوان كانت فرحتي الكبرى. الفرحة الكبيرة لما الإخوان المسلمين سقطوا في مصر، لأنهم هم الخطورة الحقيقية على البلد. هم يدعون على أنهم جهة دعوة سلمية، ولكنهم في الداخل يعملون كل العمليات الإرهابية بأسماء وهمية أو أسماء أخرى لكي يعني يخلصوا، يعني يتجنبوا المحاسبات من قبل الحكومة والمجتمع الغربي. طبعا أنا يعني جاي أتساءل، لمصلحة مين مشروع القرار هذا؟ أنتم عارفين أنه الملحدين في مصر بالملايين، يعني إذا أنتوا اللي عاوز يغطي وشه بالغربال يكون مش شايف الحقيقة، يعني أو كالنعامة يوضع رأسه في الأرض ويغطيها حتى لا يرى الحقيقة، هذا هو ليس حل الموضوع. أرجوكم يا دولة مصر، أنا دولة فعلا مصر ما شفتها، لكن دولة أحبها جدا وشعبها في دمي، وأنا مؤيد للحكومة وللرئيس السيسي، وهذا معروف عني في كل وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب. ولأني أحب الدولة لا أريد أن تقع هذه المشاكل بسبب مشروع القرار سجن ملحدين. تعرفون يعني شنو سجن ملحدين؟ يعني معناته أنت راح تسجنوا آلاف، لأنه إذا سجنتوا كم واحد راح يطلعوا الآلاف، ممكن يطلعوا في تظاهرات أو في وسائل التواصل الاجتماعي. حتى الدول الغربية راح تستنكر الشيء اللي جاي يصير. يعني شنو معناته واحد يقول رأيه تروحون سجنه؟ طيب المسلمين والمسيحيين عندهم الحرية الكاملة في عرض دينهم، هل عندهم وثيقة من الله مباشرة إنه هم على حق ويقدرون ينشرون دينهم؟ كل ادعاء. إذا كنا نحن أو أنتم المسلمين أو المسيحيين أو أي ديانة أخرى، أو اليهود أيضا أو أي دين بوذية، كلهم مدعون، ونحن أيضا مدعون، دعونا مع المدعون. فإحنا نعبر عن رأينا بصراحة. روحوا على الناس اللي مأذيكم فعلا، ألا وهم الإخوان المسلمين والإرهابيين. نحن فقط نعبر عن رأينا، نقول يوجد إله لا يوجد إله، صحة الأديان، وأنتم ترون يعني تشوفون أنه كيف انتشر الإرهاب كله باسم الدين. يعني أنا استغرب كيف يعني تحاولون تسجنون الملحدين اللي خلصوكم من الإرهابيين، وعلى الأقل إذا تغيروا إلى فكر آخر، إلى اللاديني أو الإلحاد، على الأقل لا يدعون إلى العنف، يدعون إلى السلمية على طول الخط. نحن ندعو إلى السلمية، لا ندعو ل
نكون ضد النظام، وأقدر أدعي أنه 70 إلى 80% من الملحدين مؤيدين للثورة المصرية، مؤيدين للنظام اللي موجود. أنا أعتقد هذا. يعني ليش تخسرون هؤلاء الناس؟ يعني بكرة عندكم انتخابات، يعني السنة القادمة عندكم انتخابات رئاسية، ليش تخسرون هذه الأصوات؟ يعني على أي أساس؟ أصوات النيابية، انتخابات مجلس النواب، ليش تخسرون هؤلاء الناس؟ صدقوني صدقوني، راح يطلعوا، أنا أعرف نفسية الملحدين جيدا، راح يطلعوا بالملايين وراح ينادوا يعني بانتخاب رئيس آخر. ليش هذا الشيء؟ وأنا عارف الرئيس السيسي يكون ذخرا لمصر. الرئيس السيسي دائما ينادي بالخطاب الديني، يعني انتم تشتغلون ضد الرئيس السيسي؟ يعني الرئيس يقول تغيير الخطاب الديني، وحتى مره قال تعبتني يا شيخ الازهر، يعني تعب من شيخ الازهر لانه لا يغير الخطاب الديني. تقوموا انتم مجلس النواب تعرضون شغلات، هو اصلا ما قال على الملحدين شيء سيء، دائما قال الملحدين، يعني انا ما عندي شيء ضد الملحدين. تقوموا انتم تعملون مشروع قرار يوسكم عليه بعض من الشيوخ انه تقررون انه فجاه الملحدين صاروا غير مرغوبين بالمجتمع وتحاولون تسجنوهم؟ ليش؟ هذول الملحدين هم سند للدوله المصريه، سند للنظام، سند للاستقرار في مصر. يعني على الأقل لو يعني ما استفاديتهم منهم، أكيد استفاديتهم منهم أنه كثير من المسلمين اللي حتى كانوا في الاتجاهات السلفية، وانتم تعرفون الأخواننا الملحدين اللي موجودين كانوا متشددين وكانوا في الاتجاه السلفي والأخوان المسلمين، وتركوا كل شيء وصاروا يدعوا إلى فكرة أخرى إلى وهو الإلحاد. الإلحاد معناته فقط بعدك عن الدين، لا تجعله قانون لحياتك، يعني هو هذا الإلحاد. كل واحد يقول رأيه بصراحة، يعني أنتوا زعلانين على إله، الإله هو يقدر يدافع عن نفسه. هل أنتم سيف الله في الأرض يا شيوخ حتى أنتوا تدافعون عن الدين؟ الله هو يقدر يخسف بينا كلنا، يعني إذا عاوز إذا يكون موجود خليه يخسف بينا كلنا إحنا، أو يكمم أفواهنا إذا إحنا على غلط. يعني فإحنا فقط كلام، يعني اللي عاوز راح يكون ملحد هو إنسان سوي وليس مريض نفسيا كما تدعون، هو إنسان طبيعي، إنسان سوي، ولكن عنده أفكار أخرى مختلف عنك. إذا اختلف عنك تكفره وتعمل له قانون ازدراء الأديان؟ أي ازدراء أديان؟ هو أصلا ما يعترف بالأديان، كيف يزدري الأديان؟ يعني ازدراء الأديان لما تكون أنت على دين تزدري دين آخر، المسيحي يزدري الدين الإسلامي، الإسلامي يزدري الدين المسيحي، أو اليهودي يزدري الاثنين، أو الاثنين يزدرون اليهودي، هو هذا يسموه ازدراء. نحن ننكر الأديان ولا نزدريها. يعني فأتمنى يعني هذا الشيء تفكرون به مليا وجديا، لأنني فعلا أحب هذا النظام ولا أحب أن يقع في مشاكل هو في غنى عنها وغير ضرورية أصلا. أنتوا يعني أنا لا أتكلم، أنا عايش في أوروبا يعني ما يهمني، ولكن أشفق على الناس اللي عايشين في مصر، أصدقائنا وإخواننا. ليش يعني ليش تكونون مشاكل وعداوات مع ناس سلميين وما مأذينكم؟ بأي طريقة ما مأذينكم؟ يعني لنفترض سجنتوا آلاف الملحدين، يعني هل أنه أنتوا تحليت الموضوع؟ صدقوني راح يزيدون، لأنه أنتوا كل ما يعني إذا عاوزين تشرون اسجنوا الملحدين، يعني راح الحال يزيد أكثر، لأنه كل ممنوع ومرغوب. إذا كان يعملها بالعلن راح يعملها بالخفاء وراح ينتشر أكثر، وممكن يعني يشوفون أصدقائهم وإخوانهم كلهم بالسجون، ممكن يطلعوا تظاهرات. ليش يعني هذا الشيء؟
ليس فقط في مصر، ممكن تطلع في أوروبا، ويجيكم جمعيات حقوق الإنسان في أوروبا والغرب كله عموما، هم يعني منتظرين الغلطة على الدولة المصرية. ليش تعطوهم هذه الفرصة؟ يعني ليش تعطوهم فرصة إنه يمسكون مسكة عليكم ويروحون هيومن رايتس ووتش يطلع له، لو حقوق الإنسان يقول لك المصريين يسجنون أناس فقط يعبرون عن رأيهم. ما الإلحاد موجود في كل مكان، في الدول العربية ما حد تقرب لهم، في موجودين في أوروبا، في الغرب عموما ما حد تقرب منهم، لأنهم يعرفوهم أناس سلميين وما عندهم ضرر على أحد، هم فقط يدعون إلى اللادينية. واللي شجع ان الالحاد زاد هو التصرفات اللي عملتها داعش والنصرة والقاعدة، هو موجود الالحاد، لكن هذا الشيء زاد عندما ظهرت هذه الحركات وادعت الى الرجوع الى الاسلام الحقيقي. فتشوف المجتمع، يعني تشوف في العراق الآن الإلحاد وصل إلى أكثر 60%، يعني هم ما يعلنوا لكن فعلا ظهر وصل إلى 60% من شيء اللي شافوه، من المشاكل اللي شافوه من داعش مباشرة، سواء في العراق أو في سوريا وحتى في مصر. سبب الإلحاد أيضا الحركات الإسلامية من الإخوان المسلمين والسلفيين والداعش جماعة غزة وجماعة جماعة الإخوان المسلمين الموجودين في غزة، وكل الحركات اللي تدعو إلى العنف. نحن لا ندعو إلى العنف، نحن ندعو إلى السلم، فسالمونا أفضل. ليش تريدون تخسرون أناس يؤيدون النظام يحبون النظام؟ يعني أتمنى من يعني الرئيس السيسي يدعو إلى تغيير الخطاب الديني، تقوم الأزهر يصير يتشدد أكثر. الرئيس السيسي يقول ما عندي شيء ضد الملحدين، تقوموا أنتم تقدموا مشروع قرار محاسبة الملحدين، أما غرامة أما سجنا. طبعا شيلوا الغرامة، لأنه الملحدين ناس طبيعيين وما عندهم ما عندهم مال. يعني عندنا صديق مات، احتارينا كيف نجمع له تبرعات الدفن حتى يدفنوه. ناس هو مات وهو ما عنده، ترك عائلة وما عنده أحد يصرف عليه. يعني هالأفكار اللي تجي لبعض الغائبين المغيبين اللي يفكرون إنه الملحدين تجيهم فلوس من مكان ما، كلام فاضي. يجي لمين ولا لمين؟ يعني هم ملايين منتشرين في الوطن العربي، يعني الدول هالقد غنية حتى تصرف على الملايين هذه؟ يعني حتى لو الملايين ما ظاهرين، لكن عشرات الآلاف ظاهرين في وسائل التواصل الاجتماعي. يعني راح تمسكون كلهم مسجنون؟ معقولة؟ يعني راح تبنون سجون جديدة حتى المجتمع الأوروبي والغربي كله يصير ضدكم؟ يعني هذا الشيء هل يريح الدولة المصرية؟ هل يريح الرئيس السيسي؟ لا أعتقد. الرئيس السيسي يحب النقاش، يحب كل الناس، هو مشغول بالبناء في كل الصعد في مصر، مشغول بهذا الشيء، وانتم تجيبوا له شغلات كأنه تعاندون فيه. يعني ما مش عارف، يعني هو عاوز يتقدم بالدولة وانتم عاوزين تأخرون الدولة بهذه الطريقة، انتم تأخرون الدولة اكيد. يعني مثل يعني الرسالة الأخيرة اللي أقول لكم إياها، نحن أناس سلميين وسنبقى سلميين، ودعوتنا سلمية دائما. نحن ندعو إلى فصل الدين عن الدولة، فصل أهم شيء عندنا، فصل الدين عن الدولة، لأنه الخراب والدمار لكل الدول العربية الإسلامية جاء من وراء الإسلام بمسميات كثيرة، ولكنهم كلهم يدعون إلى العنف، أكثرهم يدعون إلى العنف. فنتمنى أنه تعيدون النظر بهذا القرار، وصدقا
وصدقا انا احب يعني النجاح للدولة المصرية، واعتبرها دولتي. واكثر الناس يقولوا لي انت ليش لقيت حب مصر؟ يعني ما اعرف، انا احب مصر يعني مو بايدي يعني. واتمنى النجاح للدولة المصرية وللشعب المصري وللحكومة المصرية، واتمنى رسالتي هذه تصل الى اعلى الى اكثر الناس اللي موجودين بالمجتمع المصري. واتمنى رساله اخيره لاصدقائي الملحدين واللي يشاهدون هذه الحلقه، على الاقل يعمل شير واحد. انا ما ادعو ابدا للشير واللايك، ولكن هذه الحلقه ادعو لها حتى توصل لاكثر عدد من الناس. على الاقل اعمل شير واحد، الشير الواحد يشوف صديق اخر يعمل له شير اخر وينتشر في كل مكان، لانه هذه رسالة مهمة أقدمها، وأتمنى تصل إلى أكبر عدد من المشاهدين سواء في مصر أو في جميع الدول العربية. أتمنى ما أكون ثقلت بهذه الحلقة عليكم، وأتمنى نسمع أن هذا المشروع قد أجهض أو لم يقبل به مجلس النواب، لكي لا ندع مجال للمتربصين من الإخوان المسلمين لكي يعني يكون لهم طريق أو ثغرة للوصول إلى المجتمع مرة أخرى. شكرا جزيلا، وتصبحون على خير. باي باي.